تعالوا بقى نشوف فوازير اسم المهنة، وكانت من أجمل الفوازير اللي كانت في برامج قناة مجد. المهم أنا مش هقول لكم الحلقة دي إيه هي المهنة، بس اللي لازم تعرفوه إنه آخر واحد ممكن يشتغل المهنة دي هو عنتور. أوعى يكون بس سمعني، أوعى يكون هنا. خلاص بلاش نكتر كلام، تعالوا نشوف ونحكم. أعزائي المشاهدين، أنا قلقي بكم، أتقلقي بكم، مش عاوزة تيجي. أعزائي المشاهدين، أبقلقي بكم، أسبلقي بكم، أحب ألقي بكم، قلققي بكم، أنا مش عاوزة تيجي خالص. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوعى كده يا سفاروتا، وسع من قدام الكاميرا، خلينا اكمل البرنامج. برنامج ايه يا ابني وكاميرا ايه؟ ايه يا عنتور مالك؟ انا مش شايف اي حاجه خالص. اسقط. معذور يا ابني، ما انت مش عارف انا بكره هتكون ايه يعني بكره؟ هتكون عنتور برضو، هتغير اسمك. اسقط. اعذرني يا ابني، انا مش هقدر اضيع وقتي معاك اكتر من كده، انا مشغول مشغول قوي. هم 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 هم. عندي بروفة. تسليك يا زار. اعزائي المشاهدين، نقلقي بقلقي برده مش جاية. مين انا يا اخ؟ انا أنت يا أخي اللي قاعد هناك. نعم. تعال عايزك. إيه يا أخي دي؟ إيه يا ابني؟ أنا ماليش اسم تندهلي بيه. شت. صمت تام؟ أنت عارف بقى الناس اللي مشاهير؟ آه، كل الناس بتبقى عارفاهم وهم ما يعرفوش حد. إيه ده؟ مشاهير. مشاهير آه. عاوز إيه يا مشاهير؟ لو سمحت ممكن تقرا لي الكلمة دي؟ أما أشوف آخرتها معاك، وريني كده. أعزائي المشاهدين، نلتقي بكم أيوه في تمام الساعة 9 مساء وبرنامجكم إيه؟ هوبا إيه؟ هوبا اللالا؟ إيه ده؟ هوبا اللالا؟ في برنامج اسمه هوبا اللالا. يا بني هوبا اللالا ده هيبقى اشهر برنامج في تاريخ العناتير كله. فعلا؟ ايوه. خلاص صمت تام، مش عاوز كلام. اي متشكرين، انا جملك في الافراح. يلا مع السلامه. يلا يا ولد يلا. خلاص هات الورقه. يلا هات. يلا مع السلامه. طيب يلا. بقول لك ايه، استنى. نعم. اخد. ايه ده؟ حاجة بسيطة كده. ايه يا ابني ده؟ في ايه؟ خلاص عيب. ايه يا ابني ده؟ عيب، ما تكسفش نفسك بقى. اكسف نفسي؟ خلاص عشان الولاد. ولاد؟ ايوه. حاجة ساقعة، حاجة ساقعة. يلا. ايه ابني حاجة ساقعة ايه بس؟ ها؟ ايه؟ اعزائي المشاهدين، انا قلقي بقلقي هقلق برده مش جاية خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيني يا مهنور. خير يا سفروت. الأستاذ عنتور بيه جاي ماسك لي ورقة وبيتكلم كده بشكل مش هو، وبيعمل برنامج قال اسمه هوبا اللالا. وايش افهمك انا في الهوبا اللالا؟ ايه اللي بيقول سفروت ده يا عنتور؟ ادي قناة تلفزيونية جديدة طلبة وجوهها جديدة. أشايف الوجوه يا سفرات؟ أطلب وجوهها جديدة علشان تشتغل في القناة وبأجر مغري. مغري؟ مغري؟ أجر مغري؟ وصحح اسم البرنامج زي ما سفرات بيقول. أهوبا اللالا. أهوبا اللالا ده اسم جميل، اسم لذيذ بيشد المشاهدين في الغريق. وهدفه ايه البرنامج ده؟ هدفه ايه وبتاع ايه؟ هو برنامج رياضي، ده برنامج ترفيهي. يا عنتور يا عنتور يا حبيبي، اي برنامج لازم يكون له هدف.
برضه هيقول لي هدف. شوف يا سفروت، احنا لازم نبدا فزورة فورا، يمكن الاستاذ عنتور يفهم احنا قصدنا ايه. يا ريت يا مهي نور، يا ريت. ممكن نبدا الفزوره عدد عدد؟ طبعا ممكن، اتفضلوا يا احباب. صاحب مهنتنا الهمام هو واجهة الاعلام، لازم يبقى عنده موهبه وحضور وثقافه واطلاع ولباقه وعلم ونور. ايه ده؟ ايه ده؟ أدا أنا كده أتأخرت.